استاذ ستار، شلون صار عزيزي؟ اهلا وسهلا ومرحبا استاذ. انا مصطفى الكاظم، وياك رئيس وزراء. حياك الله، اهلا، نتشرف بدوله رئيس الوزراء. انا اولا احييك على صبرك وعلى حكمتك في التعاطي مع تجاوز غير مقبول. المدرسه هي عنوان لتعليم الاطفال وتعليم المجتمع، فانا اعتذر على اللي صار امبارح من تجاوز على اثنين قد التجاوا للمدرسه وقد يكون سبب خدش للكادر التعليمي ولكادرك، فإن شاء الله هذا ما يتكرر. وأتمنى عليكم كمثقفين كقادة تعليميين شد المجتمع في الناصرية أنه نعمل سوية على استعادة الهدوء لخدمة ناسنا. نعم أكو تحديات، أكو مشاكل، أكو ظروف غير طبيعية، والناس حقها عندها مطالب، ولكن هذه حكومة جديدة صار لها 6 أشهر تحتاج نتعاون سوية بالصبر وبالحكمة نعالج كل أخطاء ومشاكل الماضي. من حق الناس تكون دائما مطالبها عالية لأنه ما شاف الشيء على مدى 17 سنة. فأنا بس حبيت أحييك وأقدم اعتذاري عن أي خطأ صار أو خدش لمشاعر الطلبة أو الأساتذة أو السيد المدير أستاذنا الفاضل. العفو دكتور، طبعا أنا أشكرك دولة رئيس الوزراء، وهذا جزء من عملنا ومهنيتنا، ولكن كان نقول إحنا نعبر عنه خطأ غير مقصود، والخطأ وارد، كان دخول غير صحيح، وإن شاء الله إحنا أخواننا وزملائنا رجال الأمن بالتعاون مع السيد قائد عمليات وقائد الشرطة والسيد مدير العام، يعني في الحقيقة الأمن داخل المحافظة أنت جاي تعرف يعني بالوقت الحاضر، يعني أكو مطالب، أكو متظاهرين، أكو ناس الطالب حقوقه، وهذا حق مشروع أمام كل الناس ومن ضمن الدستور يعني. صحيح. أنا بالعكس يعني متشكر على تليفونك وعلى تواصلك وياي، وهذا يزيد من أزري ومن قوتي ورفع معنوياتنا ورد هيبة لمؤسسات التربية ورصانة العمليات التعليمية داخل محافظة ذقار والعراق أجمع إن شاء الله. فشكرا جزيلا دكتور. أنا بس أكد على نقطة واحدة، إنه هاي التصرفات ما تعكس تصرفات الأجهزة الأمنية، هاي تصرفات فردية. مع كل هذا يجب أن نوازر أخواننا بالأجهزة الأمنية لأنهم عنوان لحفظ القانون، وكذلك نشد على الشباب يقدمون مطالبهم واحتياجاتهم بصورة سلمية. ما عندنا خيار غير بناء بلدنا ومدننا اللي مع الأسف الشديد ما زاد في حاجة لخدمات كبيرة. أشكرك لك، تحياتي لكل الكادر وكل الطلاب، بس لا تنسوا أنتم بالناصرية وفي ذيقار أنتم أحفاد إبراهيم عليه السلام، انتوا احفاد سومر واحفاد اور. من الغير معقول نقدم نفسنا بصوره خاطئه، يجب ان نحقق مطالبنا بصوره سلميه تليق بتاريخنا تليق بحقوقنا. اتمنى لكم كل توفيق، وبكل تاكيد التعليم الى اهتمام خاص الدوله يبنيها الامن والقضاء والتعليم، فبكل تاكيد التعليم له اولويه. اشكرك جزيل الشكر واتمنى التوفيق لك ولعائلتك الكريمه ولكل كادر التعليمي بالمحافظه الكريمه. شكرا جزيلا.